بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سيدنا يا مولانا يا ولي نعمها كلها بتمامها وكمالها. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. كلام بزايد، كتيبة بزايد، أشرطة بزايد، فيسبوكات بزايد، متشغل عليهم. هما ما يزيدوا كان تورطا، أعمامهم وسمام يزيدوا يغرقوا في أعمامهم وسمام، يعني تزيد الأمور سا أمبير سا أمبير يسا أن سارتان تون، وتهبط عليهم منقلة. ربي المنقلة كي تبدا هكا، مش هكا منقلة هكا باش تقطع رقابهم من حيث لا يدرون، والقطع يكون ثابت 100%. ما بتعرفوا انتم، بعض ملوك فرنسا وغير فرنسا كانوا يتفنوا في قطع رقاب الناس، سواء كان اسخطوا الملك ولا حاجه بكا، كانوا يتفنوا يجيب فلان ويجيب فلان ويعطيونا راي كيفاش نقضيوا على رقاب ونقطع رقاب هؤلاء اللي قلقونا ويحبوا يفسدوا علينا امرنا ويكشفونا وكذا. كان واحد من ملوك فرنسا تقريبا على ما أعلم قال يعملوا هك، ماشي هك أفقية، بل عملوها هك أوبليك، يعني مايلة، فالقطع يكون سريع أكثر مما نتوقع وقت أن نرتاحوا 100%. للرقبة طارت والرأس طار، الرأس اللي كان يفكر ضد مصالحنا ويحب يكشفنا بلسانه ارتاح له منه. وهذا كلاب الكرب السياسيين مغلب الأحيان من النوع هذا يلوجوا دائما كيفاش بلا ريحة الإسلام تقطع من البلاد. كان برغيب الله يبارك له، اللهم إذا كان تاب أكو أمر وآخر، كان هو والصياح خاصة وهو راس الفتنة وبطالة السوء اللي زادت وغرقت برغيبة في علاقته بالإله وبدين الإله. إذا الناس هذوما ما دام ما عنده سلطان، ونساوا لي السلطان هذاك غير دائم عنده، هو يفعل ما يشاء من جلد ما تأمروا عليه في على حقوقنا في هذه الديار. قالوا لازم نعملوا كل ما في وسعنا من مؤامرات، من كيد، من تضليلات والمجر حتى يقطع ريحة هذا الإسلام اللي كدر علينا حالنا. فإذا به ربي سبحانه وتعالى يرجع بعض التونسيين والتونسيات إلى دينهم، ولو حتى يتذاروا يقولوا احنا راضين بقسمة الله. النساء فضيلات مش العاهرات، فما برق عاهرة ما تسبعش من المال، تبيع قدامها وخلفها، تبيعه وتبيع كما تقولت مؤخرتها اللي حدتها الفوق زيادة على المؤخرة اللي في الأسفل، ودائما مش شبعي من المال الحرام. هاك الفضيلات هذوكم عرفوا ريحة الإسلام، عرفوا فتمسكوا بالإسلام، ولات عندهم جرأة باش يخرجوا في الشارع ويقولوا أنهم راضين عن حكم الرحمن وقسمته التي ليس كمثلها قسمة. ونعود إن شاء الله تعالى.